رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يعلن تسلمه الاستجواب بالوزير المدعج وزير التجارة وإدراجه في جلسة 7 أبريل لإنشاءات هذا التقرير. قبل نهاية الدوام اليوم استلمت استجواب من الأخ الفاضل النائب روضان الروضان لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة، يتضمن محور واحد وهو ضياع حقوق صغار المساهمين وتسهيل هدر الأموال العامة. ووفقا للائحة أدرج هذا الاستجواب على جلسة 7/4 لمناقشته ما لم يقرر المجلس تأجيله إلى مدة أخرى. خبرنا الأخير